بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم أبناء الطلاب في الفقرة 79 من فقرات كتاب الامتحان بعنوان المهاتما غاندي. أكبر زعيم سياسي أنجبته الهند، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. في العصر الحديث نادى بوحدة الجنس البشري، جنس مضاف اللي هي طبعا مجرور على مجرور الكسره، والبشريه نعت للجنس ونعت مجرور على مجرور الكسره. وعلى فكره الكسره الظاهره البشري، لان الياء هنا مشدده، الكسره تظهر على الياء المشدده لانها ياء النسب هنا، يبقى وحده الجنس البشري تحت نواميس الله. وبشر المسيحيين والمسلمين والهندوس على السواء بتعاليم المحبه والعداله. بشر المسيحيين والمسلمين معطوف على المسيحيين، والمسيحيين هنا مفعول به، يبقى المسلمين هتبقى معطوف منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. عايز ظرف وبين علامة إعرابه. الظروف اللي هي ظرف مكان، ظرف زمان. تعال نشوف كده ظرف تحت ايه. بص تحت ده ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة، مش مبني يا شباب، مش مبني، المبني الآن حيث أمس. ضمير في محل نصب، تعال كده ها، ضمير في محل نصب. أنجبته الهاء في أنجبته، ضمير مبني في محل نصب مفعول به طبعا لأنجب. خبر لمبتدأ وبين نوعه، بيقول لي هنا أكبر. على فكرة أكبر دي تعتبر خبر للمهاتما غاندي. أكبر ده خبر مرفوع علامة رفعه يا شباب الضمة، ونوعه مفرد طبعا. نيجي بقى للسؤال اللي بعديه، بيقول لي مصدر لفعل رباعي وبين فعله. مصدر لفعل رباعي وبين فعله، تعال نشوف كده. يبشر الهندوس تعاليم سبعة أشياء الإخاء. بص أهي عفوا، الإخاء دي آخاء، إخاء شكل الإنتاج بالضبط، كلمة إخاء. أيوة، اللي دايما تلاقيه زي إنتاج، زي إتقان، زي إحسان. إخاء ديت مصدر إيه؟ مصدر رباعي. بين فعله آخاء، الهمزة هتبقى ممدودة طبعا زي ما انت عارف. السؤال جيم بيقول لي متى انتشرت تعاليم غاندي بين الناس، رقت الأمم وتقدمت. اجعل فعل الشرط وجوابه مضارعين وغير ما يلزم. انتبه ان متى أداة شرط جازمة في البداية كده، إن ومن وما ومهما ومتى وأن وأيان وحيثما وأي، دي اسمها أدوات الشرط الجازمة. أما إيه أدوات شرط غير جازمة؟ اللي هي إذا ولو وكلما، لكن هنا أداة جازمة عشان بس تراعي إن تنتشر، هتقول متى تنتشر وتحط سكون على الراء، ده الأحسن طبعا، مجزوم علامة جزم السكون. ترقى تاء راء قاف من غير الالف اللينه طبعا. ليه؟ لان هتبقى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف الايه يا شباب، بحذف حرف العله. ترقى وتتقدم طبعا، مش ترقى وتقدمت، لا ترقى وتتقدم، وتتقدم رقرة هتبقى مجزومه بالسكون لانها معطوفه طبعا على مجزوم. بيقول لي ده اليس غاندي داعيه سلام؟ اجب مره بالاثبات ومره بالنفي. حلو قوي السؤال ده عشان يصحينا يعني كده، لان كان ده الكلام ده في الاعداديه، كنت خدت القاعده دي قبل كده. الاجابه على السؤال المنفي بنعم او بلا، يعني ما ينفعش اقول لا، ده مبدئيا كده. السؤال اللي فيه نفي يعني هنا اليس، هل لم تزر، الم تقتل، دي نفي اسمه سؤال منفي. لما اجي اجاوبه، اجاوبه باما بنعم واما ببلا. طب نعم تدي ايه؟ بص بالراحه كده، نعم سيب اداه النفي في الاستفهام، يعني مش الاستفهام منفي، شيل اداه الاستفهام بس وحط مكانها نعم واكتب الجمله. اليس، اقول لك مثلا ايه، الم تفعل الواجب وانت ما عملتوش فعلا، تقوم شايل اداه الاستفهام بس وحاطط نعم، تقول ايه؟ ها، نعم لم افعل الواجب. طب لو هتحط بلا، شيل اداه الاستفهام والنفي وحط بلا. يعني اما اقول لك ايه، اسمع كده، أليس الله واحدا، هتشيل ايه؟ هتشيل أداة استفهام وهتشيل النفي وتحط بلا، الله واحد سبحانه وتعالى. يبقى تاني لما تحط بلا هتشيل حاجتين، ولما تحط نعم هتشيل حاجة واحدة. لما تحط نعم هتشيل بس أداة الاستفهام، لكن لما تحط بلا هتشيل أداة الاستفهام والنفي، علشان بلا هتدي إثبات ونعم هتدي نفي. ليه؟ علشان أداة النفي فضلت معاها، مش نعم هي اللي بتنفي. لما بنشرحها لنا بنقول له نعم للنفي، ازاي استاذ نعم للنفي؟ يعني تركب ازاي على بعضها دي؟ ما انا قلت لك بقى مش هي اللي هتنفي، انك هتسيب أداة النفي. يعني مثلا واحد مثلا ما زارش الهند عمر، فبقول ألم تزر الهند؟ يوم يقول لي نعم، سيب أداة النفي بقى، لم أزر الهند. طب واحد تاني زارها فعلا،
اقول له بلى، وشيل الالم بقى دي خالص، بلى زرت الهند. طب تعالى نعملها هنا كده، عايز اجاوب بالاثبات. اليس غاندي داعيه سلام؟ اقول له نعم ليس غاندي داعيه سلام. ها بلى، شيل ليس بقى، بلى غاندي داعيه سلام. يا رب كل اتفهمت بالطريقه البسيطه دي ان شاء الله. يعني السؤال هبقى بيقول لي اكشف في معجمك عن كلمه سواء. كلمه السواء طبعا في سوايا، باب السين فصل الواو ثم الياء. كده الفقره 79 تمت بحمد الله.